السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يزن سعد الفليح من إدارة تعليم الرياض في مدارس الملك فيصل. شاركت في مشروع يستخدم الميتال أورجانيك فريموركس لمضاعفة إنتاج السيسكوتروبينويد في الخلايا النباتية. شعور جدا رائع إني أفوز هذه الجائزة، وأنا فخور في نفسي وفخور بكل اللي حولي اللي فازوا أو اللي ما ربحوا بعد لوصول لهذه المرحلة العظيمة والرائدة. كان عدد هائل من الناس اللي سجلوا، ووصولي لهذه المرحلة سواء أنا فزت ولا ما فزت كنت أفتخر بنفسي، والحمد لله أني حققت الجائزة. فرحان جدا. من أهدي الفوز؟ أهديه لوطني.